السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ موضوع الحلقة اليوم هي شلون راح تحصل على المكافآت الموجودة أسبوعيا، اللي هي مكافآت اللايف ستريم عن طريقها. طبعا هذه السيارة اللي راحت مسابقتها منذ أسبوع تقريبا وما قدرت أحصلها، بس إن شاء الله راح أكيد متأكد إن شركة الكرو راح تعيد المسابقة حتى تقدر تربح هذه السيارة اللي هي ما تقدر تشتريها إلا عن طريق تربحها بالمسابقة. اللايف اكستريم، شلون تلعب اللايف اكستريم وتربح عن طريق المتابعين؟ ينطيك 1050 متابع أو 1500 متابع، هيك شيء يعني عدد كلش كبير، يمكن يعبرك البلاط واي أكثر. المهم شلون تربح، كذلك عندك التايرات مثل ما تشوفون، عندكم التايرات اللي موجودة هنا موجودة في خط الأحمر أو الغير ألوان، بشوفكم هسه. المهم عن طريق اللايف اكستريم راح تربح هواي شغلات مثل ما موجود عندكم هسه. نروح على هنا أنا على البنيتي، أحسن ما تشتري هنا بعشرة كوين. طبعا الكوين شي كله صعب، أنت تقدر تجيبه إلا عن طريق المهمات اليومية وعن طريق التعب رصيد أو تشتري أغلبكم ما يعد رصيد الشركة. تمام، شلون راح تحصلهم؟ هذي عندك السموك، في عندك هذا التاير، أنا حصلت هذا التاير، وفي عندك السموك والتايرات هذني، أنا حصلت هذا التاير طبعا، وحصلت السموك. وتقريبا حصلت هذا التاير او هذا التاير اللي حصلت، انا هذا التاير حصلت. تمام، انا حصلت هذني الشغلات كلهن بدون ما اشتريهن واصرف فلوس. انا مع 61 كوين، طبعا كان اكثر قبل اسبوع بس صرفت منهم اشتريت. عندك هذا التاير، انا حصلته، هذا التاير الابيض والازرق، والتاير هذا الاخضر بعتقد انا حصلته، والدخان على ما اعتقد واحد من هذول، وهذا التاير كمان انا حصلته عن طريق اللايف ستريم. طيب نجي هنا، كيف راح نلعب اللايف ستريم ونربح هذه الاشياء؟ تمام، انت ما تجي عند البائع او المشتري الشوبينج للسيارات، بعد ما تجي تدخل من قريب اللايف، هذا اللايف طبعا اللي هنا، هذا المكان اللي عن طريقه تشتري او تلعب، عن طريقه تلعب المال اونلاين. تجي بصفه عند الشاشه، هذه الشاشه اللي موجوده، تجي عند اللايف، لايف سومنت او لايف اكستريم سومنت. الاكستريم هي عند اللعبه، اما السومنت هو اللعبه الاونلاين فقط، الاونلاين مهمات اسبوعيه فقط، يعني اذا فات عليك الاسبوع تغير المهمه. فبندخل عندها. تمام، قد ما دخلنا المهمة السابقة اللي راحت انا ربحت بيها التايرات اللي قلت عليها والدخان، وربحت بيها المتابعين 150، انا قلت 150 الف متابع. تمام، في عندنا من يوم 29 في هذا الشهر، من يوم 22 الى يوم 29 في هذا الشهر، هذه المسابقة الاولى اللي هي هذه. في شنو هذه الاختيارات؟ انت اول قبل لا تطب تشوف عندك الجوائز اللي يمكن تربحها انت في هذه المسابقة. فهنا اول شيء اذا اخذت البرونز 150 الف متابع، في اذا اخذت السيلفر يعطيك السموك الازرق، وفي اذا اخذت الجولد بيعطيك الدراج هذه هدية، واذا اخذت البلاتينيوم يعطيك التاير الازرق. طبعا البلاتينيوم شيء صعب كلش، نادرا ما تحصل عليه. المهم تجي هنا تدخل عند المهمة اللي موجودة، في عندك 5 أيام ليفت، يعني 5 أيام وتنتهي المسابقة، بعدها تنفتح هذه من يوم 29 إلى يوم 5، في يوم 29/5 إلى يوم 5/6، وبعدها تنفتح هذه المهمات. وفي كل وحدة عندها مثلا هنا عندك الموستنج والتاير اللي موجود الجولد، وهذه القطع اللي موجودة لللامبورغيني هوريغان هذي تمام 150. هنا أنا عندك يعطيك السبير بارت، طبعا السبير بارت أنا راح أسوي حلقة ثانية إن شاء الله عليها، شنو فائدتها وايش تفيد وكيف تحصل عليها. او هنا أنا يعطيك حلو هذا البنج ستورم سموك تبع دخان للتاير، اجرات عند ما تبطنش يطلع التاير الدخان الموجود. تمام، بنرجع عند هذه المكافآت. تمام، تاير اخضر لامبورغيني يعطيك اياها اللامبورغيني عند ما تحصلها، الهوريغان يعطيك اياها كامله مكمله معها غراضها كامله اذا اخذت البلاتينيوم. المهم نرجع هون، بعد ما تدخل على المفتوح عندك من المهمات تلعب اللي موجود، انا لعبتهم، موجود عندي هنا البي تي اس لعبتهم
خلص هذا المهمة، لكن الحين ما اشتريت الدراجة. طبعا البي ام دبليو اللي حسنا ما اشتريتها. تقدر تلعب الباقيات، اما الموجود عندك هنا يكتب لك اذا الشغلة اللي انت يعني مثلا يحتاجها، مثلا دراجة كذا اسم او سيارة او موديل فتشي، يطلب عندك بالخط الاحمر. اما اذا ما طلب عندك يعني يكتب لك هنا لا يوجد طلب او هيك شيء تختار. المهم بعد ما تلعبها تقبط عندك، تقدر تاخذ الاضافه الباونس ال 100 بي تي اس اضافه الى اللي انت ماخذه بالنقاط اللي محققها انا بعد ما تفوزهم كلهم. انا عندي يعني لحد الان انا اخذت الجولد تقريبا، او لا مو الجولد، انا اخذت البلاتينيوم. تمام، انا اخذت البلاتينيوم. بعد ما نرجع نشوف كيف تعرف ان انت وين وصلت واي مرتبه حصلت. بعد ما ترجع عند ما تأشر عليها في هذا التحميل الأبيض اللي موجود شوفوه عندكم، أنا وصلت لحد الجولد. لا البلاتينيوم أنا ما أخذته للحين. تمام، أنا حصلت الجولد. طبعا بعد ما تنتهي بخمسة أيام المسابقة راح يعطيني 150,000 متابع، راح يعطيني الدخان الأزرق، راح يعطيني الدراجة، وإذا أخذت البلاتينيوم بيعطيني البلاتينيوم. بعدها بلعب اللي وراهن ويبدأ التحميل هنا. عندما تأخذ أنت مرتبة تحصل راح يبدا التحميل عندك، وراح يبين عندك انه انت ايش قد راح تحصل هدايا او شنو اللي راح تحصله وشلون راح تلعبها.